السلام عليكم واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده هنعمل مع بعض خبز جميل جدا لرمضان، من تجهيزات رمضان كده، نعمله ونشيله في الفريزر نطلعه في الفطار او السحور، بيكون جميل جدا ومن صنع ايدينا وحاجه كده مميزه، وعملناه كده بدون فرن على البوتاجاز من فوق، وجميل وطري جدا ومرن وجميل قوي. وبصوا لما بنفتحه جميل ومستوي ومش معجن، وال الطبقتين بتوعه خفاف كده وجمال جدا جدا، هيعجبكم اوي ان شاء الله. ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المقادير وطريقة التحضير. وهنبدأ بسم الله. وهيكون معايا في المقادير ده كيلو دقيق منخول، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة صغيرة ملح، دي واحدة زبادي حوالي 100 جرام، وهحتاج كوبايتين مية دافية، وهستخدم دلوقتي بس كوباية لان هعمل مرحلة اولانية كده اللي هي التخمير الاولي. في وعاء الخلط كده هنعمل تخمير للخميرة. بسم الله هننزل بأول كوباية، احنا هنحتاج كوبايتين بس المرحلة دي اخدنا كوباية واحدة، وانزل معاها كمان بالسكر، معلقتين كبار، معلقتين كبار خميرة فورية، طبعا عشان ده كيلو دقيق فالخميرة والسكر يعني حجمهم كتير شوية. مش هحط حاجة دلوقتي تاني، ولا الملح ولا الزبادي ولا اي حاجة، هضيف بس معاهم، بداوي بالسكر والخميرة بس في المية الدافية، وهضيف معاهم حوالي معلقتين كبار كده او ثلاثة دقيق، معلقتين كده كفاية، واقلب تاني. الدقيق هنا هيساعد الخميرة انها تنشط يعني تشتغل. بس كده هسيب المكونات دي مع بعض، اغطيهم واسيبهم يخمروا ويتضاعف حجمهم كده، والخميرة تعمل فقاعات معانا، وبعد كده نكمل المرحلة بقى التانية. وكده خلاص الخميرة بقى اتفعلت وحجمها اتضاعف وعملت بابلز بالشكل ده. دلوقتي بقى هضيف باقي المكونات، الكوباية التانية من المية الدافية، والملح معلقة صغيرة، وعلبة الزبادي، وعلبة الزبادي تكون خارجة من التلاجة يعني قبلها بفترة مش باردة، وبقلب بقى المكونات دي مع بعض. بدوب الزبادي بقى كويس علشان يختلط يعني مع باقي المكونات السايلة، وبضيف بقى كمية الدقيق كلها، كيلو دقيق، وبقلب بقى، وبرضو بقلب بإيدي علشان أشوف بقى العجينة ظروفها معانا ايه، محتاجة تاني سوائل ولا حاجة. لو مش متوفر الزبادي هو طبعا هيدي العيش بتاعنا او الخبز بتاعنا قوام طري وجميل. لو مش متوفر ممكن تعجنه بالمية الدافية بس، وتضيفه معلقتين او ثلاثة كبار حليب باودر مع المية. دلوقتي حسيتها ناشفة شوية، ضفت لها حوالي معلقتين كبار تاني مية دافية، يعني كوبايتين مية دافية. حطينا في المرحلة الأولى كوباية، وفي المرحلة التانية كوباية، وضفت كمان معلقتين، وبقلب كده وبعجن كويس بإيدي، وهي قوامها بيكون ناعم وبيلزق كده، طري وبيلزق، هو ده قوام الخبز عشان يدينا نتيجة حلوة والخبز ينفخ معانا ويبقى جميل يعني أثناء الخبز. بمسحة زيت كده في ايدي، طبعا زي ما لاحظنا العجينة يعني جواها من مكونات العجينة مفيش اي مادة دهنية، بس مسحت ايدي كده بمسحة زيت عشان اجمع العجينة كويس، وامسح برضو الطبق بمسحة من الزيت كده عشان احط بقى العجينة تخمر. نسيبها تخمر كده ونغطيها كويس لغاية ما يتضاعف حجمها. بمسح برضو سطحها بالزيت علشان يفضل طري معانا، واسيبها بقى تخمر. وكده خلاص العجينة اختمرت معانا كويس، سبتها مرتاحة كده حوالي ساعة ونص علشان تخمر وتاخد راحتها كده وحجمها يتضاعف. هطلعها بقى دلوقتي وافرغ منها بقى الهواء، واقسمها على 12 قطعة، يدونا يعني 12 رغيف ان شاء الله بعد التسوية، هيكون حجمهم مناسب. يعني لو عايزين تصغروه عن كده ممكن تخلوا كيلو يعمل مثلا 15 رغيف او 14 رغيف، انا هعملهم 12، هيكون حجمهم يعني حلو. بقسمهم كده على 12 جزء، وكل جزء باخده يعني الفه كده على هيئة كرة متساوية، واخليه على الدقيق. العجينة طرية نخلي ايدينا كده فيها دقيق باستمرار عشان بتلزق معانا، دي يعني طبيعتها، ونخلي سطح الكرة كده ناعم ومستوي علشان هو ده هيبقى سطح الرغيف لما نيجي نفرد يكون شكله منتظم كده. هغطيهم بقى وابدأ افرد فيهم.
هبدأ بقى كده. بسم الله، ناخد كرة ونفردها بقى ونعملها بقى يعني السمك بقى بتاع الرغيف بتاعنا. نرش دي عشان العجينة يعني بتلزق. عايزين رقاق قوي علشان لما بيكون رقاق قوي ما بينفخش اثناء السوى، ما بيعلاش كده وينفخ وينفصل عن بعضه. اهو شويه دقيق تاني كده بالراحه عليه. ونلفه كده علشان نفرده من جميع النواحي كده، يعني يكون مستوي، مش حته عاليه وحته لا، ويدينا شكل دائري كده. هذا سمكه، ما يبقاش خفيف عن كده علشان ينفخ معانا. نعمل تاني. بحاول اجيب الكرة اللي شكلتها في الاول عشان تكون برضو ارتاحت شوية، ابدأ افردها تتفرد معايا بسهولة. والرغيفة اللي بفردها بريحها على قطعة قماش كده نظيفة او فوطة مطبخ نظيفة مرشوشة بشوية من الدقيق لغاية ما اخلص تشكيل الكمية اللي معايا كلها، علشان بعد كده اقف اخبز على طول مرة واحدة. وهنخبزه طبعا على سطح البوتاجاز مش في الفرن، على طاسة او على جريلا زي ما هنشوف كده مع بعض. فلازم اخلص تشكيل كل الكمية كلها وبعد كده اقف اخبز على طول علشان مش هتاخد وقت في الخبز. ما ينفعش اقف اخبز واجفرد واروح تنخبز واشوف اللي على البوتاجاز، يعني بقى واقفة بقى متفرغة للسوا والتقليب وكده. فبخلص تشكيل الكمية كلها او فرد الكمية كلها وبعد كده اقف اخبز مرة واحدة. وهكمل انا بقى وبعد كده نشوف مرحلة الخبز. وده شكل العيش كده بعد ما فردته، بريحه على قماشة نظيفة بالشكل ده عليها رشة دقيق. كل ما افرد رغيف احطه هنا على القماشه النظيفه واغطيه برضو لغايه ما اخلص الكميه. وهنا كمان دول حطهم وهم يخمروا كده. خلصت فرد الكميه كلها، هبدا دلوقتي بقى اخبز واخد اول رغيف بدات بيه، يعني اول رغيف فردته. بكون محضره هنا معايا الجريلا اللي هخبز عليها العيش. دي الجريلا التقيلة اللي شفتها معايا قبل كده، عملت عليها قبل كده الرقاق الطري وبعمل عليها يعني حاجات كتير. بسيبها تسخن كويس جدا جدا وهي يعني سميكة. لو مش متوفرة عندكم اي طاسة بقى تكون حديد كده سميكة، او اي طاسة يعني تكون تقيلة كده ليها يعني ارضية سميكة علشان تستحمل الخبز ما تحرقش العيش على طول. وهي الحاجة اللي بتكون تقيلة بالشكل ده بتكون الخبز فيها يعني احلى. هنبدأ بقى بسم الله ننزل بأول رغيف فردناه زي ما اتفقنا، وكمان يعني مش مدهونة أي حاجة، ولا زيت ولا زبدة ولا أي حاجة، على طول كده. ولما بتشمع كده من تحت بنشوف لو فصل معانا خلاص نقلبه. هو أول ما اتحط يعني ما كانش راضي يفصل، بيلزق طبعا على طول، إنما كده نقلبه بقى على طول. وبنلاحظ كده انه بدأ ينفخ الرغيف وينفصل عن بعض. هي الحرارة تبقى على الجريل عالية، يعني فوق المتوسطة، اعلى من المتوسطة، مش هادية طبعا ولا متوسطة، عالية الى حد ما، او اللي هي اعلى من المتوسطة علشان تنفخ الرغيف. ينفخ كده بيبقى محتاج حرارة عالية علشان ينفخ وينفصل عن بعضه، وطبعا توصله الحرارة جوه بقى ويستوي من جوه. اما بيفصل كده ده دليل انه بيستوي من جوه. اهو شكله جميل. عايزين نحمره كده شوية من الجوانب يعني لو قدرنا. بسم الله. خلاص ده كده استوى،
اهو اخذ لون جميل من الناحيتين ومنفوخ زي ما هو اهو. يلا بسم الله نحط واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. واول ما بيتحط بيلزق على طول اهو. ده كمان نفخ اهو وعلي. وده الشكل النهائي للخبز بتاعنا بعد ما مساويت الكمية كلها او خبزت الكمية كلها. ده شكله كده جميل وطري جدا زي ما احنا شايفين. طري كده ومستوي وجميل جدا جدا. بصوا مرن جدا، يتعمل بقى سندوتشات، يتعمل اي حاجة. نفتح كده مع بعض واحد. بسم الله نحشيه بقى، نقطعه كده ونحشيه سندوتشات. بصوا من جوه جميل جدا ورقيق ازاي الجزئين بتوعه، مفهوش لبابة، مش معجن، مش اي حاجة اهو، مش اي اي ولا زي زي. جميل جدا ما شاء الله وريحته جميلة قوي. يعني تعملوه بقى قبل رمضان ان شاء الله بوقت كافي كده، وتحطوه بقى في اكياس بلاستيك وتقفلوا عليه كويس وتشيلوه في الفريزر. ينفع للفطار للسحور، بيكون جميل قوي من صنع ايدينا. ولو عايزين رغيف اصغر من كده ممكن تعملوا كيلو دقيق على، يعني انا عملتهم 12 رغيف، ممكن تعملوه 14 15 يعني براحتكم، هيبقى اصغر شوية. انما ده كده رغيف يعني بيتي معمول عمولة بقى، فيعني جميل كده وحجمه حلو. ولو عايزة برضو تجربي في نص الكمية، مش لازم كيلو دقيق كامل، ممكن نص كيلو دقيق وتعملي مثلا 6 او 7 ارغفة وتجربي فيه، ان شاء الله هيعجبك قوي قوي. وبتمنى يكون الطريقة دي عجبتكم وجربوها وتقولي لي ايه رأيكم. نتقابل على خير في فيديو جديد. مع السلامة.